أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال. وكالمعتاد نبدأ الحلقة بموجز متجدد يستعرض مواضيع اقتصادية منوعة ويبرز أخبارا محلية وإقليمية ودولية، ولكن بعد هذا الفاصل. بلدية الكويت تنسق مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية بشأن مواقع المدن العملية. الأمين العام لأوبك يبدي تفاؤلاً حذراً بشأن تعافي أسواق النفط هذا العام. الرئيس الأمريكي يقر خطة لإخراج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر. أسعار العقار في دولة الكويت تلقي بظلالها على المواطنين طالبي الرعاية السكنية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والمنازل والعقارات الأخرى، فبات من الصعب حصول المواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة على العقار المناسب في سعر يكون في متناول أيديهم. سؤال المواطن دائما متى نسكن أو استقرار كل أسرة كويتية وهو المنزل. حملة متنسكن ندعم توجه الحكومة في التوزيعات المدن الكبيرة، ولكن أيضا مطالب الأساسية لحملة متنسكن اللي هو التوزيع في النطاق الحضري. أمانة نوجه تحية لجميع الوزارات السابقة وتواصلنا معهم في الحكومات السابقة، نجد أذانا صاغية، نجد استقبال، نجد نقعد معاهم نوجه رسائلنا لهم. نعم بالعكس، احنا وجدنا كثير من التعاون منهم، ولكن دائما نتمنى ان يكون اللقاء الذي يحصل ما بيننا وبين ما اي مسؤول او اي وزير انه يترجم على ارض الواقع، هذا اللي نتمناه. خبراء عقاريون ومتخصصون شددوا على ضرورة مراقبة الجهات المعنية لأسعار العقار في دولة الكويت للحد من الارتفاع الباهظ فيها، مطالبين بتشريعات وقوانين تساهم في تخفيض أسعار العقارات في دولة الكويت. صار في نوع من ارتفاع في أسعار العقار بشكل عام، وبالأخص بعد جائحة كورونا صار هناك طبعا عزف عن البيع أو أن احتكار العقارات والطلب زاد، من هذا سبب في ارتفاع طبعا الملحوظ في أسعار العقارية في طبعا نهاية تقريبا أو منتصف سنة 2020 ومع أوائل ابتداء بالسنة اللي احنا فيها 2021. ارتفاع الأسعار اللي صاير بطريقة عشوائية، ويؤسفني من بعض الشركات أو مكاتب العقار والملاك دون طبعا وجود قانون ينظم الدائرة العقارية داخل دولة الكويت. تأثير الرعاية السكنية لها تأثير أكثر من 50% من ناحية توزيع القسائم والوحدات السكنية. أكيد هناك إذا خف الطلب قل العرض يقل السعر تلقائي،
فالسماح في بناء مدينة المطلع وقرب عبد الله مبارك هذا يؤثر من ناحية إيجابية وليس سلبية. من سنة 2010 بدأت تتصاعد طلبات بشكل كبير جدا. كان قبل كان أعداد الطلبات الإسكانية تصل إلى مثلا 2000 أو 3000 إلى 4000 طلب في العام من عام 2000 إلى عام 2006، وبدأت تتزايد هذه الطلبات بشكل كبير جدا، ولم يكن هناك مقابل لها زيادة في عدد الوحدات التي تقوم سكنية طبعا بتوزيعها. دورنا كحملة نبحث عن السكن للمواطن بأسرع وقت ممكن. السكن طبعا يا إما المواطن يتجه إلى سوق العقار ليشتري هذا السكن أو يتجه إلى السكنية. طبعا اتجاهه للسوق العقاري يواجه المواطن مشكلة كبيرة بارتفاع أسعار العقار بشكل كبير جدا يفوق القدرة طبعا الشرائية للمواطن. توزيع المناطق الموجودة داخل النطاق الحضري منها منطقة جنوب سعد ومنطقة أبو حليفة وجنوب القيروان وجنوب أم الهيمان، هناك كثير من الأراضي داخل النطاق العمراني ستوفر على الدولة المال، وسيكون هناك سرعة كبيرة في تنفيذها بحكم قربها من الخدمات. لا صوت يعلو بين المواطنين على ضرورة خفض أسعار العقار في دولة الكويت كي يتسنى للمواطنين الحصول عليها، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، مطالبين بزيادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيعاتها الإسكانية التي ستنعكس إيجابياً على خفض أسعار العقار في دولة الكويت. فهد التركي لبرنامج مال وأعمال. مشاهدينا، قبل أن ننطلق إلى فقرة تحت المحور من محاور ضيفنا الكريم في الاستديو، دعونا نتعرف أولا على سيرته الذاتية. أهلا بكم. وبعد أن تعرفنا على السيرة الذاتية لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد دويهيس أمين عام اتحاد العقاريين الكويتي، يسعدنا أن نناقش معه في فقرة تحت المجهر وضع العقار بالكويت وتأثير الجائحة على مختلف قطاعاته خلال الفترة الحالية. مساك الله بالخير أستاذ الكريم، وإحنا سعيدين صراحة أن نكون معك اليوم. لا شك أن موضوع العقار الكل يتكلم فيه والكل متأثر منه يعني، فاليوم حبينا من خلال خبرتك أن نطلع على أبرز يعني ما جاء في موضوع العقار مع حضرتك. ولكن بداية حتى نبتدي نتسلسل في الكلام أنا وياك ونوضح للسادة المشاهدين تقييمك لسوق العقار في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكرك أخوي عمار حقيقة على هذا اللقاء، وأشكر القائمين على هذا البرنامج. طبعا ما في شك ارتباط العقار كونه أحد المكونات الرئيسية بالاقتصاد، نعم، مع الوضع اللي حصل خلال سنة 20 ما يخص جائحة كورونا. الحقيقة الكويت ما هي في منع عن دول العالم، دول العالم كلها تأثرت، تمام، ناس يعني تأثرت عملتها، ناس تأثرت عقارات عندهم، شركات تشغيل تجر، يعني عدة مجالات وايد تأثرت من قضية الجائحة. نعم، تأثيرها بيّن واضح الحقيقة في بداية عام 20، بداية الأزمة اللي كانت يعني إذا تذكر وياي لما كانت عندنا إغلاقات واللي هو الحجر وما الحجر، صحيح، بالتالي تأثر القطاع العقاري ما في شك، وخصوصا القطاع اللي هو التجاري. نعم، تمام، ما في شك أنه تأثر، ولكن أنا أعتقد أنه سواء كان على مستوى التوجه الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص والشركات العقارية الكويتية، نعم، تصدت لهذه الجائحة. وأنا يعني أعتقد أن
كثير من الشركات بدأت تحصل حلول للمستأجرين، وكان في بعض الاتفاقات أن يعطونهم فترة سماح للخروج من هذه الجائحة. وأعتقد أن كان يعني عندنا مثال كبير، شركات عقارية رائدة بالكويت هني قامت بهذا الإجراء، وكذلك الملاك، ملاك العمارات وملاك العقارات. لكن ما كان قانون هذا استاذ. لا هو كان، هو صدر يعني اثناء، هو يعني هو صدر، لا صدر اثناء الازمه. اي نعم. صدر قرار او قانون من مجلس العدل، من وزير العدل او من مستشار او القضاة. نعم. بان هناك فتره سماح تعطى، وبعد ذلك يتم تقسيط المبلغ على المستهلك او المستاجر. نعم. وانا اعتقد ان هذا حل من الحلول. طيب طيب. نعم. هذا حل. لكن نعم. استاذ الكريم، يمكن لو نشوف ان الان احنا ما منا تحديات، رغم التحديات هذه الا ان العقار لا زال متماسك. نعم. يعني انخفاضه ما هو بالشكل الكبير يعني. نعم. يعني شوفه ولا. نعم. في ما اعتقد انه كان في انخفاض. نعم. يذكر. نعم. هذا بالنسبه للقطاع السكني يعني. لكن امامنا تحديات كبيره الان. النفط منخفض. نعم. بشكل عام في العالم كله. نعم. وأمامنا تحديات اللي هو التوظيف. نعم. قل شح في الأراضي، ولكن لا نزال يمكن راح نشوف يعني هل ممكن أن في المقارنة مع البيانات. نعم. العقار لا زال متماسك. هو شوف الحقيقة يعني أنا لازلت مصر على قضية بناء وجهة النظر أو التصريح أو التحدث في موضوع العقار بشكل عام. نعم. بدون إحصائيات، بدون أرقام، اعتقد ان هذا الموضوع يحتاج الى دراسه. يعني احنا لازلنا قاعدين نطلع البيانات الصحيحه، قاعدين حتى احنا في صدد عمل ان شاء الله دراسه. نعم. وراح تكون اونلاين ومتاحه للجميع. دراسه هذه الدراسه تتكلم عن القطاعات الثلاثه. نعم. تمام. بس يعني ركزنا على التجاري وعلى الاستثماري. الحقيقه هذه راح تعطينا الابديت يعني ما حصل اثناء فتره الجائحه، وشنو التوقعات بالنسبه للعقار. بناء على هذه الدراسه نقدر نبني اراء صحيحه يعني او قريبه من الحقيقه. نعم. لا تنسى ان العقار هو المصدر الاخر او الثاني بعد البترول لدوله الكويت. تمام. صحيح. والعقار يعني قديم بالكويت، مهنه قديمه جدا بالكويت، والكويتيين متميزين في هذا الجانب. فانا اعتقد ان التاثير يعني ممكن يكون بشكل مترابط للقطاعات الثلاثة. لكن بالنسبة للقطاع السكني أنت تعرف يعني إحنا عندنا قدامنا الحقيقة تحدي كبير. وأنا ما أتكلم وأقول إن القطاع الخاص هو الملام في هذا، حتى توجه الحكومة نفسها. نعم. عندك كمية طلب عالية جدا بالكويت، فهذه كمية الطلب أخوي عمار ما ممكن تحلها بيوم وليلة. تمام. كذلك اللي معروض بالسوق وبالوقت الحالي اداه بسيطه جدا. كم ارض يتم يعني انا يعني انا انا اتوقع يعني انا ما اقدر اعطيك رقم فعلي، ولكن اتوقع مو اكثر من 10,000 قسيمه اللي موجودين. 10,000 قسيمة. نعم. تمام. فبالتالي وكميه وعندك كميه طلب عاليه جدا، وعندك كذلك سنويا في اعداد جديده قاعد تدخل بالسوق، الطلبات اللي قاعده تقدم حق الوزاره هذه. فهذا التحدي ما هو سهل. انت علشان تحقق معادله او تحقق يعني نتيجه تكون مرضيه نوعا ما، لابد انه يكون في توزيع بشكل كبير. يعني انا اعطيك مثال، ممكن الدوله توزع اراضي جديده، والتوزيع هذا يكون يعني على اعداد اكثر من ال 4,000 وال 5,000 او ال 8,000 اللي حاليا قاعدين يوزعونها. خلينا نتكلم عن، لا انا اتكلم عن 10,000 و20,000 قسيمه سنويا. نعم. زين. وتحتاج الى فتره زمنيه لا تقل عن 10 سنوات عشان تغطي العجز اللي عندك موجود. عرفت شلون؟ ف هناك حلول، والحلول هذه يمكن حاليا صعب تطبيقها لان. نعم. تحتاج الى قوانين من مجلس الامه. ولكن من هذه الحلول على سبيل المثال مثل ما وضحت لك، أنا في أراضي وايد ممكن تستقل. لكن أنا أسف على المقاطعة. إيه نعم. أستاذ الكريم، الآن تتكلم عن الأراضي وأن الدولة يعني تعرض بعض الأراضي أو. نعم. كثير من. نعم. الأراضي. نعم. الآن شوفنا مدينة صباح الأحمد. نعم. واللي تقريبا يعني المفروض أنها بإمكانها أن تاسع
ربع مليون كويتي أو ربع مليون ساكن فيها. نعم نعم. الآن قرينا عن المطلع وقبلها عندك سعد العبد الله وغير صوب ليهرة وجنوب عبد الله مبارك. جنوب عبد الله مبارك. نعم. غرب عبد الله مبارك. نعم نعم. فهذه غرب عبد الله مبارك. ولكن طيب الآن وين المشكلة؟ أي أراضي يعني كذلك؟ لا لا هو وطال عمرك اللي يتكلم عنه أنت كأعداد سكان، أنا أتكلم وياك عن وحدات سكنية. وحدات سكنية. أراضي صح ولا لا؟ في وحدات سكنية اللي موجودة حالياً. يعني إذا إحنا مجازاً قلنا يمكن 80، إذا استبعدت الناس اللي حصلوا على قروض وشروا بيوت وما شروا بيوت نقول 80 إلى 70 ألف، لا زال عندك الرهم عالي، فأنت تحتاج إلى نفضه. وأنا أعتقد يعني هذه ما حد يقدر يسويها إلا الحكومة. تمام، حكومة بدينها هذا الموضوع. ممكن أنت تقول لي والله تعال يعني أنا شلون أطور هذه الأراضي؟ القطاع الخاص موجود وعندنا تجربة. يعني منطقة جنوب السرة فيها من المساكن ما طور القطاع الخاص من أحسن ما يمكن. صحيح. وتم بيعها وبأسعار مناسبة جدا. هذا جانب. الجانب الثاني احنا تكلمنا عن موضوع التمويل. تمويل انا اعتقد ان المواطن الكويتي وراح ياخذ بيته، بيت اللي بيسكن فيه هو واسرته وعياله. نعم. فما في مانع انك انت تزيد له قيمة التمويل بحيث انه يقدر يشتري. يعني انا اشوف ان الحكومة إذا تدخل وتضمن هذا المواطن ما أعتقد في مشكلة بالنسبة حق البنوك. القرض الإسكان هو 100 ألف حالياً. 100 ألف. طيب. ولكن أنت تعرف هذا القرض هذا مر في مراحل، وكان بداية 25-54 ألف وصار 70 ألف وصل إلى 100 ألف. نعم. إحنا عايشين بمنع عن العالم. العالم قاعد ترتفع الأسعار، وانت يمكن تعرف سعر الطن الحديد الحين كم يكلف؟ 120 تقريبا. لا 175 تقريبا. ايه في تكلفه عاليه، الاسعار قاعده تزيد. واحنا شفنا يمكن في بعض الدول، انا سالت عن واحنا نعد الحلقه عن العقار في الدول المجاوره. نعم. البناء. نعم. الاسمنت هو نفس الاسمنت، الحديد هو نفس الحديد. نعم. لكن اسعاره اقل هناك من الكويت. نعم. فهذه مشكلة. على من تقع المشكلة؟ هذه المشكلة طال عمرك حلها كذلك. يعني وأنا يعني بيت ينبني مثلا في عفوا المقاطعة في المملكة العربية السعودية 30 ألف 45 ألف. نعم نعم. بالكويت. نعم. يتجاوز هذا العدد بسبب نسبة البنى. نسبة البنى اللي ممنوحة عندك هني. أنت قاعد تبني شيء أكثر من طاقتك، قاعد تبني شيء أكثر من الحجم اللي أنت محتاجه. هذه مشكلة المواطن وليست الدولة. المفروض إنه يقل. يعني نسبة البناء هذه الزايدة ضرت المواطن من النهاية. أنا بعطيك مثال على ذلك. إذا أنت عندك أسرة تتكون من 4 مع زوجتك، أنتوا 6 أشخاص، يعني أنت ما تحتاج إلى 4 أدوار، ولا تحتاج إن كل دور كامل. حجم الغرف كبيرة، بالتالي الخدمات راح تزيد عليك، مصرف الكهرباء راح يزيد عليك، فبالنهاية اللي راح يتضرر منه هو المواطن. برجع لك انا حق خلينا نرجع ايام البيوت القديمه. اذا اتذكر يعني انا اتذكر وانت حضرتك يعني عارف منطقتنا يعني كانت دسمه. اي نعم اي نعم. كانت الحقيقه في حوش بالبيت. نعم. هذا الحوش انتهى، ما في. البيوت الكويتيه ما صار فيها حوش الحين. الحوش الاولاد ممكن يلعبون فيه، ممكن تستغله كزرع وتاخذ المساحه الخارجيه تسويها مواقف سيارات. نعم. او تدخل سياراتك داخل بيتك. تمام. الحاجة الفعلية لك أنت كمواطن ما تحتاجها نسبة البناء هذه. طيب أستاذ الكريم، الآن الكل يتكلم عن التركيبة السكانية والوافدين والخروج يعني وعزوف الوافدين عن مثلا المجيء للكويت، وصارت في بعض اللي انتهت إقامة اللي فوق 60 سنة وهكذا. نعم. هذا موضوع يعني ما ندخل فيه بشكل مفصل، ولكن هذا كيف أثر على ما في شيء أثر كذلك. نعم. هو طبعا الشيء الطبيعي أخوي عمار أن هذا يأثر على القطاع الاستثماري. نعم. كون أن هذه الفئة أو هذه الشريحة تسكن في القطاع الاستثماري بشكل كبير. لكن الملاحظ بنفس الوقت أن جزء كبير من هذه الشريحة تسكن في قطاع سكني. بالنسبة حق توجه الحكومة لفرض أو تعديل التركيبة السكانية، الحقيقة هذا احنا التصريح سمعناه من سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. لما صرح انه في تعليمات او توجيهات ب انه يتم تعديل التركيبة السكانية. نعم. من هذا الكلام اضف الى ذلك الميزان الاخر في مشاريع الدولة الحين قاعد تشتغل فيها
مشاريع الطرق، مشاريع مدن جديدة تحتاج إلى عمالة، فما نعرف الموازنة شو راح تكون يعني، عرفت قصدي؟ تمام. بالإضافة إلى أن أنت يعني قضية الأرقام، إذا تبتعطي رقم دقيق حق هذا الموضوع لابد أن أول تشوف تنفيذ هذا القرار شو راح يتم، وتنفيذه بأرض الواقع، وبعدين تبدأ تسوي دراسة ميدانية وتعرف بالضبط الحجم اللي أنت تأثرت فيه. بناء على ذلك أنا أعطيك أقول لك والله القطاع الاستثماري تأثر بالنسبة لفلان. نعم نعم. ولكن يعني عشوائيا ما نقدر. ما نقدر صحيح. يعني حتى القراءات اللي قرأناها في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي صرح فيها. نعم. صار فيها كثير من التصريحات وكثير. نعم. من الناس يعني هاجموا التصريحات. نعم. يعني كانت هل هي اجتهادات ولا مبنية على أرقام؟ لا هي طبعا كانت مبنية يعني على اعتبار العقاريين يعني حضرتكم. نعم. هي مبنية على التوجهات اللي كانت مطروحة في وقتها. تمام. يعني كانت مطروحة هذه بشكل كبير، كانت قبل بداية كورونا، فبالتالي الناس استشعروا أن في توجه. صح. فبالتالي راح يتأثر العقار، وبناء على هذا طلع التصريح. لكن بأرض الواقع احنا الحين في نهاية المرحلة تقريبا، واعتقد ان اجراءات التطعيم ماشيه تمام، والعالم يمكن في النصف الاخر من السنه الجايه هذه راح تبدا الحياه ترجع مره ثانيه، فهني راح تبين وياك النتائج بشكل واضح. نعم. يعني. نعم. نعم. طيب الان يمكن لو نشوف في الفتره الماضيه كثير من الكتاب العقاريين والمهتمين في الشان العقاري ان قدره الدوله ايضا على توفير بشكل أكبر عدد المساكن، وحابين يعرفون كذلك أن هناك تقريبا في أعتقد 100,000 فوق 100,000 طلب. نعم. 110 110,000 طلب تقريبا. نعم. وكل سنة يزيد هذا الرقم ب 8,000 بحدود 8,000. بحدود 8,000. نعم. نعم. طيب هل حابين نعرف الإسكان كم طلب تلبيه خلال الفترة هذه؟ هل بعشرات؟ شوف هم كانوا بالسابق 4,000 سنويا. 4,000 سنويا. 4,000 قدرتهم يعني. قدرتهم. زاد هذا اعتقد في فترة الوزير السابق الله يذكره بالخير يمكن المهندس ياسر أبول. يا نعم. اعتقد وصلوا إلى 8 أو 12. نعم. السنة. يعني هو كان مجتهد الرجل. نعم. لكن كذلك أنت ما قاعد تستوفي الطلبات اللي أنت عجل. أنا اعتقد أنه دخول القطاع الخاص ضروري في عملية تطوير المدن الإسكانية. في مثال قدامنا أعتقد أن منطقة المطلع فيها جانب من المشروع نفسه في تجاري واستثماري. معنى قالت الدولة أعتقد أن بعد سنتين ممكن حتى يتم بناء البنية التحتية. إيه بس لا أنا أقصد أن دخول القطاع الخاص. نعم. وفق القانون 113 مشاركة القطاع الخاص مع. نعم. هذا. نعم. ممكن يدشون الشركات ويساعدون وزارة الإسكان في بناء المدن الإسكانية هذه. نعم. يعني بالنهاية مطور كويتي وشركات وفرص أعمال جيدة، وخلوهم يشتغلون يعني، أنا ما أشوف في مانع يعني، وعندنا أمثلة وايد بالكويت يعني، مو جديدة السالفة هذه. نعم صحيح صحيح. في مدن قامت وفيها مشاريع كانت القطاع الخاص هو اللي سواها. طيب استاذي ما تتفق وياي ام لا؟ يعني وانا دائما اذكر هذا المثال مع المختصين بالشان العقاري، انا اشوف على سبيل المثال منطقه الاحمدي. نعم. ليش ما ناخذ نفس النموذج ونطبقه على مدن ثانيه؟ نفس طريقه البيوت، المساحات، ما في شيء طالع على الثاني، يكون بهذا التنظيم. نعم. انا اشكرك على السؤال حقيقه، وهذا يعني انا الراي هم كنت أنادي فيه بالسابق. لما الحكومة يتوزعت أو عملت مدينة الأحمدي، لما جاءوا الإنجليز في ذاك الوقت وعملوا البيوت هذه، كان السبب الرئيسي إن, إن, إن الموظفين كانوا يرجعون أثناء العطلة الأسبوعية إلى الكويت. صحيح. ويردون مرة ثانية بداية العمل، فكان في صعوبة بالتنقل. نعم. الكلام هذا في الخمسينيات. أو صحيح. تمام. فبالتالي قال لهم لا، انا ليش العامل اخليه يروح ويتعذب بالطريق هذا، كان فيه وعوره بالطرق وهذا. نعم. ابني لهم البيوت هذه، واللي يبي يشتغل يسكن في المنطقه هذه. بدأوا الناس يسكنون بالبيوت هذه، واغلبهم كانوا موظفين في شركه البترول. نعم. او في شركه النفط. نعم. هذا المثال حقيقه لما الدوله الحين تسوي لها مشروع في الشمال مثلا، انت حط الحافز اللي يخلي الناس تروح هناك. يعني الاحمدي
كانت المنشآت البترولية كلها قريبة، حق البرقان قريب منهم، المصافي النفط كانت قريبة منهم اللي هي المقوع والمنطقة هذه. نعم. فالناس صار عندها حافز إنه شنو؟ تسكن. تسكن هناك. نعم. الآن المدن هذه إذا حطينا على سبيل المثال المصفات اللي هي موجودة في الجنوب، مصفات الزور. نعم. تمام. حفز الموظفين اللي هناك، تعال أنت موظف في البترول، أعطيك بيت هنا يعني. ما في مانع يعني القرار هذا ممكن يتخذونه بسهولة. صحيح. كل موظفين اللي يشتغلون في المصفات تعالوا بهاي بيوت لكم وسكنوها، وأحط ضوابط على الموضوع هذا إنه فعلًا يلتزم ويسكن. نعم. فبالتالي أنا أعتقد إن المواطن الكويتي يعني عنده النفس الحلو بالتصميم، وراح يحافظون على المنطقة، وراح تطلع المنطقة من أحسن ما يمكن. الحياة إنك تنشئ مدن متكاملة. صحيح. ناس تعيش، الأجيال تطلع مع بعض، تتربى مع بعض. وما يحتاج إن أنا مثلاً أرجع يعني الديرة مثلاً. يعني هذا اللي بيه محتاج. خلاص. يعني نعم. أنت تعيش وتبني، يعني تبني حضارة. صحيح. يعني أعتقد إن هذا يعني من الأشياء المهمة اللي لازم الناس يفكرون فيها. تمام. لكن أنا أعطيك بيت وأقول لك أنت والله تسكن بالأحمدي، تقول لا والله أنا بغير بروح عط واحد ثاني. على ميلة هاي التعامل. نعم. هاي. نعم. ما أعتقد إنه يعني. حتى يعني على سبيل المثال أنا أود أرجع على النقطة إن حتى في بعض الدول الخليجية مثلا عمان على سبيل المثال ما تتجاوز هذه النسبة في البناء. نعم. واللون والشكل وعدد الأدوار ما تطلع، المفروض إنه يكون على الأقل حتى للمحافظة في الوقت الحالي على الأقل يعني على شكل البناء، وإن الإنسان ما يمضي فوق حاجته. وعفوا يعني على المقاطعة كمان. فضل. ترى هذه ما هي جديدة على الكويت. الدولة كانت أول توزع بيوت، وزارة الأسكان. نعم. كانت توزع أو دائرة الأسكان تعطيك، تبي بيت يعطونك، تبي بيت مبني يعطونك، تبي بيت أنت تشطب فيه يعطونك، هذه موجودة في البيوت المناطق الداخلية. تبي أرض أنت تبنيها، يعني التشويسز كانت موجودة جدا، موجودة في خيارات. إيه أكثر. إيه يعني طبعا. إيه. والحين المفروض أن مع التكنولوجيا تصير أسهل كذلك. فهو بالنسبة لي أنا أن الموضوع هو على عاتق الاثنين، على عاتق الحكومة أن تكون في دورها في عملية تنظيمية كذلك، وبالنسبة للمواطن حتى أن يقدر يبني له بيت هو يلبي حاجته فقط. نعم. يعني نعم. طيب أستاذ الكريم، تعرف الآن صارت نقلة نوعية، وممكن هذا القطاع يتأثر بشكل كبير. نعم. النقلة النوعية اللي صارت، طيب أنا أقول مثلا الوافدين أو الأجانب في الكويت ممكن أن صارت في صعوبة أنهم يخدمون للكويت، ولكن حتى الكويتيين نفسهم أو أبناء البلد وقفوا يعني الأجارات المكاتب، والسبب أن كل شيء صار أونلاين، صار أونلاين. فهني أنت كم شركة ممكن أنت تغلق؟ كم طيب إذا أنا أغلقت المكتب معناته ماني بحاجة حق السكرتيرة. نعم. ماني بحاجة للشخص مثلا اللي يقوم بخدمة التنظيف وغيرها يعني. نعم نعم نعم. فهذه كلها لها حسبة يعني تراكمات. إيه هذه احنا الحقيقة يعني بينت واضحة في بداية الجائحة. نعم. في بعض الأنشطة اللي تم إغلاقها بالكامل. صحيح. تمام. ونسبة كبيرة من المستثمرين كانوا من الشباب الكويتيين اللي هم مقترضين من صندوق المشروعات الصغيرة. نعم. أو هذه. طيب وبالنسبة للمكاتب الإدارية مثلا. نعم. اللي يقومون في أعمال مثلا مكاتب الاستشارات النفسية الآن. نعم. بعضهم مسكروا مكاتبهم. نعم. أصبحت أونلاين فقط لا غير. نعم. عبر. فهذا أني قلت لك أنا لغيت يعني هذا القطاع التجاري كيف تأثر أو هل سيتأثر في المستقبل؟ طبعا ما في شك، ما في شك يعني هي قضية الأونلاين. عندنا دقيقة استاذ. إيه نعم. الأونلاين. نعم. هذا يعني صراحة أثر بشكل كبير على الوضع التجاري حتى المدارس يعني. إيه نعم. فتخيل كلها يعني. نعم. على الحياة الحين كلها في يعني. بعض الأنشطة أنا أتوقع خلال سنة إلى سنتين راح تلغي منتهى يعني. مثلا أنا على سبيل المثال الطبق هذا مال الساتلايت هذا. نعم. أنا أعتقد أنه راح ينتهي خلال سنة أو سنتين. والسبب؟ والسبب اللي هو السمارت تي في اللي طلع. نعم. خلاص احنا كلنا الحين نشبك على النت. صحيح. انتهت العمليه بالنسبه لنا. صح. انا بس انا كنت غافل عنه صراحه. ايه كيف انه شو راح تاثر يعني؟ ما في احد ناقشه الصراحه. مكاتب السفر، شركات السفر، الانشطه هاي كلها ما صار لها، ما خلاص يعني هي العمليه كلها اونلاين. صح. نفس الشيء انت اللي هو المواد الاستهلاكيه تطلبها أونلاين توصل لك للبيت وانتهى الموضوع. صحيح. تحتاج إلى شركة توصيل توصل لك وانتهى الموضوع. نعم. فما في شك إنه راح يتأثر يعني. طيب العقار خلال 3 أشهر، باقي نص دقيقة أستاذ الكريم حتى نتكلم بشكل عام. بشكل عام. إيه. خلال 3 أشهر الحقيقة حتى. يعني أول شيء من خلال برنامجك هذا
القيم. أشكرك. تمام. هذا شهادة تسبيحة. الحقيقة أود أطمن الجماعة يعني الناس إن إحنا تأثرنا وتأثرنا ما هو ما إحنا مو إحنا بروحنا اللي تأثرنا، العالم كله تأثر. نعم. تمام. فبالتالي والكويت بخير تمام، والعقار الكويتي إن شاء الله باستمرار. دائما. وهناك بعض المشاكل وهناك بعض التجاوزات. نعم. ولكن أنا أعتقد إن هذا القطاع راح يكون واعد تمام. والناس اللي يشتغلون بالمزيد من الأراضي والمزيد منها طبعا. نعم. إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله. أستاذ أمين عام اتحاد العقار الكويتي أستاذ أحمد وهيد، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وإن شاء الله نلقاك خلال الفترة القادمة بإذن الله والرؤية تتحقق بإذن الله. حياك الله. أستاذ المشاهدين نقول لكم حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.